السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك عاملة ايه؟ طب يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى الله على النبي جميعا. الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نتفرج على الفيديو من أوله لآخره ونحط اللايك الجميل بتاعنا. لايكاتكم يا جماعة الحلوة يا جماعة فين؟ ومعانا النهاردة دي فرخمة، واحدة من الأعداء. احنا عندنا يا جماعة تلات أعداء، كان عندنا عدوين زادوا عدو. ماشي، العدو الجديد منوعات احمد ونونا. وين بالظبط كده؟ عايزاكم بقى تخشوا عندها في القناة، هتسيب لكم هي تعليق هنثبته لكم، وتخشوا عندها تلفوا لفة. هي كانت لغيتها وشالت الفيديوهات وحطيتها تاني، اختي طبعا حنان اللي يعرف يعني. شوفوا لفوا لفه وايه رايكم، وانا عامله فيها مقلب لسه طازه يعني، والحكايه سخنه. هرده لها ان شاء الله، تابعونا عشان هرده لها قريب. هي النهارده معايا في الفريق، بس بكره هتبقى من الاعداء. النهارده مفيش اعداء. ايوه مع بعض. بكره ماشي. وعندنا عدوين تاني، حوارات توينز ويوميات احمد وعلياء. محدش هيقدر علينا يعني. طبعا يلا طبعا. انا بحبتك اصلا. احنا فرخه وهم فرخه. بسم الله. الله عليكم اللايكات يا جماعه. اللايكات بس رديك كده يا شوشو. ايه جايبه ملوخيه من عيش عيش؟ رديك من عيش من عيش عيش. طب كل رز عشان تكسب بابا. اه ناخد. احنا نقسم فرخه فرخه. بسم الله. انت اللي هتقوم بالرز. انت اللي هتقوم. انا ريحه الاكل مش قادره اقاومه. خلاص انا هبدا. ابدأي. ايوه قبل ما يعملونا كده هيكسبونا. محمد عايزين يعاتبوك يا هبه. كلي. هكسبك يا سوشو. المكان ضيق فما فيش تصرف الا كده. اتفضل يا ميدو. ميدو عايز عيش صح؟ قصدك ان انا مضيقه المكان؟ علي ممكن تجيب له رغيف عيش؟ حاضر. اه طبعا مضيقه المكان. فين عيش؟ ولا يقطعه له العيش يا علي؟ معلش. هو على فكرة انت فريق اعدائي. فريق يلا هنعطله. قرب له ده بقى كده. محمد عطلهم على قد ما تقدر. لا انا ماليش دعوة بيه تاني. يلا يلا يا نونا. على فكرة كانت بتاكل واحنا بنجيب العيش. هي لقمة واحدة. الله يا حلم. الاكل معاكي جميل. بصراحة يا شوشو اكلك ما يتقاومش. الاكل معاكي حكاية هنكسب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ النهارده احنا حبايب. هي الشوربه في التحدي ولا بره التحدي؟ براحتك. عايزاها ايه يا نونا؟ بره. بره. جوه. اطلعي بره يا كلبه. بصي قالوا لي احنا عندنا ايه الشوربه جواها. اه. لسه لك ربع فرخه. ما تقلقيش. هم خايفين في الشوربه بقى. خليك تعاقبهم. تفطري ملوخيه تزلط الرز. بس لو هم خلصوا يبقى الشوربه في التحدي. ماشي ماشي على حسب. طب يفرض ان احنا خلصنا وانتوا لسه ما خلصتوش الفراخ والرز. لا هنبقى كسبانين برضه. الملوخيه. انتوا فريقكم فريق ايه؟ قصاد ده. واحنا الفراشات. هم فراشه. هم صيادين يا جماعه. انا فراشه فراشه فراشه. الفراشات هتطير الاسوده دلوقتي. اه بابا اوعى تجري ورا الفراشه. متفقين علينا. اوعى تجري ورا الفراشه. فين حوارات توينز؟ ايه شوشو الحلاوه دي؟ اللي جواك ايه؟ تسلمي يا قلبي شوشو. ناقص مين الاكله دي حنان؟ ناقص ابو احمد وام احمد. بجد. لا ام احمد بتعشق الملوخيه. زنقني. انت ما زنقانه يا حنان. مقلب. اول مره اظهر في اربعه. لا ظهرت مع كنزي وبسمله واحمد كنت اربعه. احمد ونونا من الاعداء يا جماعه. يوميات احمد ونونا. لا انا وانت دلوقتي حبايب. بس انتوا من الاعداء اساسا. انا جات لي فكره تحدي. انا وانت وبسمه ضد علي واحمد ووائل. صدقي ولا هيهرسونا؟ ده يطحنونا مش يهرسونا. لا
بس على شرط كميتنا تبقى اقل. اه عشان يبقى في عدل. ايه رايكم في الفكره دي يا جماعه؟ مش الاول ادخلوا عندي بقى لفوا لفه كده هتعجبكم ان شاء الله. اه قولوا لهم على اسمها. بصوا موعات احمد ونور على كل الفيديوهات هنسيبها لكم في اول كومنت مثبت. قولهم بقى افكار جديده لو عندك افكار تتبسطوا بيها. محمد بيساعد. محمد بيساعدني. اه ما يخشوش عند حوارات توينز ده، هم مقصرين مع حوارات توينز خالص يا حنان. اه كنت لسه هقول لا حوارات توينز لا ده جامده جامده جامده. ولسه هنطحن يوميات احمد وعلياء على القناه الثانيه هطحنهم لكم اصبروا. هو تعادل المره دي، المره الجايه مفيش. ايه يوم حميمي صح يا حنان؟ صح يا شوشو. انتظروا بقى القنوات دي، احنا كلنا هنعمل شغل جامد مع بعض ان شاء الله. بس قولوا يا رب الكورونا تروح. اتقنوا يا رب تمشي يا كورونا. يا رب تنجح يا تفتح. انا خلصت الربع انت لسه الربع. انا انت ايه فاهم الصدر كبير يا ماما. بابا خلص الرز من نرجع رز ابنك. خد بالك يا محمد دول غشاشين خد بالك منهم عايزين يعاقبونا. نفصل فكره يا شيماء. اه يا حن لا هو جميل. عايز اقول لكم شويه ملوخيه. اه ايه ده؟ ملهمش حل. ده التايمر. اه انت ظابط التايمر ليه يا محمد؟ ظابط التايمر ثلاث نص. محمد اللي بيحصل قول لي. قول لي اللي بيحصل. ناسهم اكلوا لقمه. هو الجناح في التحدي ولا براه؟ لا كله في التحدي النهارده. النهارده كله في التحدي. ليه يا شوشو ده معاكي؟ النهارده صح يا جدعان. يلا اشتغلي. يلا اشتغلي. الصبر جميل. مفيش صبر. معلولي مفيش صبر يا ماما. اللي يصبر يخسر. يلا يا اسد. بضمير اهو بضمير. قرب يخلص يا ماما. بقى لا بقى الشوربه في التحدي. محمد هيعرفني. الشوربه في التحدي. للاخر نشوف الموضوع ده. قربت اخلص الرز وانا وانا لسه في قدر الملوخيه. انت هتخسر ابوك. اللي عايز اشربها زي اشربها. يا لهوي انا عملتها ملوخيه من ملوخيه بالارانب. اتفرجوا على اللعب اللي بجد. فريق الفراشات هيكسب فروق الاسوده. كل عمال يمد ايده في هنغيرهم. لا ما بحبش الحركه دي. ابو احمد وام احمد خلوا بالكم. انا بقلق. في اعضاء كتير دخلوا واعضاء قويه. مش علينا يا اسد. كل ده عندك كده عشان عايزه ايه؟ اخلص ده. واحنا من الاعداء كده بقى ايه نظلط على طول. انتوا لسه لكم ربع فرخه حلوين. نعم. اه والله. اه ابو بابا تم المشكله ان الملوخيه في التحدي. تم الخساره. ايه بقول لك والله ربع الاول. الثاني مفيش منديل. لا يلا انت جايه تخسرينا هنا اهو يا شوشو. بتقول لها اهو يا شوشو. ده بتاعنا بتاع حنان. بس رأيك في الماء اللي بتعمل فيكي؟ عيطت. هرد لأمك يا محمد. أنا دخلت على اللسان. لو كان تحدي ثلاثي كان ينفع. هو اللسان دخل التحدي؟ اه علي دخله. انا خلصت اهو ده.
هو انا حطيتهم في بعض كده نوسع. لا بابا حسيت بفراخ. لا لا الله جميله قوي قوي. كنا نخرجها ازاي دي؟ معرفش. دول دايسين الاثنين ما شاء الله. لسه رز زبنه. الاخبار هناك ايه؟ لا يا ماما انت ايه بره التحدي. ما قلناش. بس بجد ظلم لو اديناهوله. صح؟ لا مش ظلم. لا ظلم. امال نخسر؟ المنديل. ليه؟ انت من فريق الاعداء اطلب من ابوك. منديل منديل انا من فريق الاحباب. يلا شجعوا فريق الفراشات. يلا. الاسود. لسه لك ربع فرد. كانت بتنصبي؟ خلص ده بس. يلا يا اسد. ما عندهم فراخ ربع فرد. خلص الفرخة وفضل الملوخية بس. لسه لكم ربع فرخة. انتوا لسه لكم ربع. الله يا بنتي يا شوشو. الشوربة دي فراخ جميلة أوي النهاردة. هاتي يا بنتي يا شوشو الطبق الشوربة بتاعتي ده. أهو. ليش دعوة بيكم؟ خلاص واخده. حسي علي انت في فريقه، نقول له الملوخية ودي له الشوربة. يا جماعة حد شاف حاجة؟ لا انتوا ما شفتوش حاجة. عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. خبى ايه؟ خبى عيش؟ لا مفيش حاجة خالص. هما لسه عندهم ايه؟ ملوخية بس. ملوخية ايه ده؟ فين ربع الفرخة؟ هات ربع الفرخة يا علي. طلع ربع الفرخة يا علي. بص بقى احنا مخبيينه واحنا كسبانين بقى. نعم. مكملين؟ محمد. احنا مكمل. لا ما انت بص ما تقعدش تنقنق وتقول مكمل. انا مكسلة. انا مكمل يا جماعة. الله ده ظلم. شوفي حل مع ابني. هساعدك في ايه قولي؟ الفراخ. هو اكل يعني. بصوا يا جماعة انا هنسحب رأفة بيهم. لا مش بعمل المجهود ده كله تنسحب. طب كل ربع الفرخة بتاعك. على فكرة هو تعادل المفروض كده. لا مين قال كده؟ لا تعادل. لا لسه ربعين. لو حد ياكل ياكل اللي ينسحب ينسحب. انت هتنسحب؟ اميده. لا لا عايز اقعد. مش هزعل. احنا انسحبنا يا جماعه. عندك استعداد؟ سامحونا. لا خلاص مش قادر. هنرجع لكم واحنا بنتعاقب. احنا لسه مكملين. حبه ميه يلا. ورجعنا لكم بالعقاب. ورجعنا لكم بالعقاب. قول لهم بقى انت عايزنا نعمل ايه؟ بص يا جماعه هو عقاب كده خفيف ولذيذ. هما الاثنين يغنوا اغنيه كده ايه جميله كده. ماشي. هو قال يعني بما انها اول مره تظهر معانا فبيعمل معاها واجب. ايوه. فانا بصراحه عجباني اغنيه ومش حافظه الكوبليه اللي انا عايزه اقوله. وهي الاغنيه تناسبنا احنا الاثنين لان هي مش اختي بس هي اختي وبنتي وحبيبتي وكل حاجه. ربنا يخليكي يا شوشو. بص بقى. كله يحط قطن في ودانه. يلا. أمورتي الحلوة بقت تعمى وليها سحر كبير. ليها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. لو يا ما نفسي أشوفها بتتمختر فوق جنب الشمس. وأكتب على باب السماء يا فطامة ممنوع اللمس. تكبر قد ما تكبر
اكبر توصل قد ما توصل جوه القلب هتفضل زي الاول واكتر. يا حبيبتي ومش بس حبيبتي ده احنا اختين والضحكه الواحده بنقسمها على ضحكتين. لقينا كلام الاغنيه بصراحه انا لما قال لي غنوا اغنيه لقيت الكلام ده مناسب بس قوي بالنسبه لنا. ماما بتعيط. ماما عيطت يا جماعه والله. انا ماسكه نفسي بالعافيه. ربنا يخلينا لبعض يا رب ويخلي لكل حد اخته واخوه وحبايبه. انا اخواتي عندي بصوا طبعا وابو محمد ومحمد ابو احمد وعياله واختي وما اقولكوش يعني بصوا مهما اقولكوا مش هقدر اوصل لكم اللي جوايا. بصوا يا جماعه اقسم بالله فعلا انا ربنا كرمني مش ام واحده اتنين انا عندي اتنين ماما مش عشان يعني فاهمه مش عارفه اقول ايه. حماتي لا عندكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس وتنسوا كل جديد والسلام عليكم. ما تنسوش اللايكات بالله عليكم يا جماعه. شوشو حنيتها اقسم بالله اقسم بالله كانها امي فعلا مش اختي مش موضوع فرق سنة او كده على فكره الفرق بيننا مش كبير بس هي امي التانية فعلا بحنيتها وطيبة قلبها. انا بحس ان اخواتي عيالي يعني ما فيش فرق وعيال اخويا ما اقولكوش. ربنا يخلينا لبعض يا رب. لا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان كل جديد بقالنا ساعة مني ما تنسوش احنا بقالنا ساعة مني اكتب في الكوبليه. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. يلا هنزلوا ياخدوا بعض الفيديو.